تبييض الأسنان بيهم ناس كتيرة، وناس كتيرة حابة تفهم إيه فكرة تبييض الأسنان أو إزاي بيتم عملية تبييض الأسنان وإيه الأضرار بتاعتها. الحقيقة عشان نفهم حاجة زي كده لازم نفهم السن الأول بتتكون من إيه. الحقيقة السن بتتكون من كذا طبقة. أول طبقة بتكون طبقة المينا، بعدها بيكون في طبقة اسمها طبقة الدنتن، وبعد كده بيكون التروية الدموية زائد العصب اللي بيكون ماشي جوه جدر الأسنان وبيغذي الطبقات دي. الحقيقة طبقة المينا هي طبقة قوية جدا، بتركيز المعادن فيها بيوصل ل 98%، وهي اللي بتدي للأسنان اللمعة والبريق بتاعتها، زائد هي اللي بتحافظ على السنة من عوامل التسوس والبكتيريا الموجودة في الفم. بيكون تحتها طبقة الدنتن، بيكون فيها بعض تفريعات الأعصاب اللي بتغذي السنة بالإحساس، فبنحس بالسخن والسائع بسبب وجود الطبقة دي، زائد العصب والتروية الدموية اللي بتغذي الأسنان. الفكرة في تبييض الأسنان إن طبيب الأسنان بيقوم بوضع مواد تبييض. المواد دي بتكون من مشتقات مواد البيروكسايدز، والحقيقة المواد دي مواد بليتش، بتكون مواد مخصصة لتبييض الأسنان، وللأسف المواد الكيميائية دي بيكون ليها تأثير كاوي على طبقة المينا. بيقوم الطبيب بوضع المادة دي على طبقة المينا الخارجية وتركيز عليها نور معين بيساعد على إن المادة دي تتفاعل مع الأسنان وطبقة المينا بشكل أسرع. ده بيؤدي إلى نقص في المعادن الموجودة في طبقة المينا، بالتالي تعكس السنة اللون بشكل أفتح، فيبان إن السنة لونها أبيض. لكن اللي بيكون حصل إن السنة بتكون خسرت جزء كبير من المعادن اللي موجودة جواها، وبالتالي بتبدأ تظهر في صورة لونها أفتح. الحقيقة ده ممكن يسبب بعض الأضرار للأسنان، بتظهر على شكل حساسية في طبقة المينا، بتحس دايما لما تيجي تشرب حاجة ساقعة أسنانك بتوجعك، ممكن لو كلت أي حاجة ساقعة أسنانك برضو توجعك. بعض الأسنان بيبدأ الجزء الأسفل منها يحصل له عملية، زي تلاقي إن السنة بدأت تبقى شفافة، ده نتيجة إن السنة بتكون فقدت جزء كبير من المينرالز أو المعادن الموجودة جواها، زائد كمان إن الأسنان بتكون عرضة للتسوس بشكل أسرع، لأن بيكون طبقة المينا فقدت جزء من المعادن الموجودة جواها أو المينرالز اللي بتحميها. فبالتالي هو تبييض الأسنان بيدي مفعول، السنة يبان لونها أفتح ليقعد معاك لمدة شهر أو شهرين، لكن بترجع السنة لونها الطبيعي تاني، ده نتيجة إن بيكون دخل مكان المينرالز اللي خرجت دي مينرالز تانية موجودة من اللعاب زي الكالسيوم أو الفلورايد الموجود في المية أو موجود في بعض أنواع معجون الأسنان. ده بيكون لونه للأسف أغمق، فبعد التبييض بشهرين ثلاثة بتبدأ السنة ترجع أصفر أكتر من الأول، وما بتفقدش الحساسية اللي فيها إلا بعد مرور على الأقل 6 شهور، يكون العصب والتروية الدموية بدأت تتعود على الضعف اللي حصل في طبقة المينا. ده كمان بيخلي أسناننا عرضة للتسوس بشكل أسرع، بيخلي الأسنان عموما حساسة وسهل إنها تتكسر من عند الأطراف نتيجة فقدان المعادن. فتبييض الأسنان بيدي ريزلت لمدة شهر أو شهرين حلو قوي، لكن بعد كده ممكن يسبب ضرر لأسناننا. فبننصح دايما إن احنا نقرأ كويس، نفهم كويس عن الحاجة اللي هنعملها، بحيث إن احنا ما نتعرضش لأي أضرار.